قبل ما نعرس راجلي ب20 يوم. راجلي لزوج وبيديا ماشي بخاطري بزز عليا، الراجل اللي كنت كنوجد ليه العرسو وانا كنتقطع من الداخل ديالي، ضحكه ومن الداخل ديالي ريبه، غادي يجي عندي وغادي يبوس لي قاع رجليا وغايقول لي ما بقى عندي ما ندير بحتى شي وحده من غيرك انتيا. ما عمرني ما ضنيت راجلي يجي يقول لي هاد الكلمه ويطلق مرتو الثانيه قبل ما نعرسو ب20 يوم، قبل كاع ما يقيسها. ما كنتش كنظن ان هذاك الشيء اللي درت يعطي المفعول ديالو بحال هكا. الجميلات اميراتي الفنات اللي منوري ليا الحياه، نتمنى الناس تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كيد نسا مع شهرزاد. هاد القصه بالضبط ما غنقدر نقول لكم عليها والو من غير الا مشيتو حتى فلتوها. فلتو بزاف ديال الحاجات، قصه الخيال العلمي الفريع الفروعي، انا فاش صنت ليها الحبيب ورش عليا. الحاجه الوحيده اللي غنقول لكم انني كنوعدكم ان القصه غادي تدخل قصص شهرزاد التي لا تنسى. المهمه الغزاله ديالي ما غنزيدش نطول عليكم اكثر وندخلوا مباشره في القصه ديال ابتسام. سميتي ابتسام واليوم باش نخبي عليكم المزيويده ونعاود لكم هذاك الشيء اللي وقع ليا وكيفاش حتى رجع الراجل خاتم بين يديا. غادي نبدا لكم القصه ديالي في النهار اللي تلاقيت معاه. ديك الساعه كنت مازال كنقرا، بغيتو حب جنوني، هو كان ريحه الشحمه في الشاقور في العائله، وكنا تلاقينا في واحد المناسبه وتبادلنا الارقام ديال التليفونات ديالنا مع بعضياتنا. السيد كان خدام مزيان ما ناقصو حتى شي حاجه، وحتى من عائلته كانوا ميسورين الحال. العلاقه في الاول بيناتنا كانت عاديه جدا، يعني كان غير مجرد تعارف وصداقه وخلاص. ولكن نهار على نهار السيد بدا كيتعلق بيا وحتى انا بديت كنتعلق بيه، وعلاش ما نتعلقش بيه؟ كان حنين فيا بلا قياس وكان كيبغيني لدرجه الهبال، وانا ماشي كنت كنبغيه، كنت كنحماق على التراب ديال رجليه. من النهار اللي قال لي بغيتك للزواج كنت قلت له حتى انا، غير هو خاصك تصبر عليا شويه بما نكمل قرايتي. ما نكذبش عليكم، كنت بغيت نقرا، كنت بغيت يكون عندي ديبلوم بين يديا. كنعرف ان الوقت والزمان واحد النهار تقدري تحتاجي اي حاجه. المهم هي هذيك البنات بقينا في هذيك العلاقه اللي ما كنصيق ليها الاخبار حتى شي واحد في العائله، من غير واحد بنات خالتي قليل بزاف وبان اللي كانوا عارفيني معاه. فاش كنا كنتلاقاو هكا وسط العائله كندير راسي ما كنعرفوش، وتا هو كيدير راسو ما كيعرفنيش، ولكن انا وياه طايحين في بعضياتنا الى النخاع. فهاد المده شله خطاب جاو فيا وكنت دائما كنرفض، حيت عقلي وقلبي كان فيهم شخص واحد وهو عبد الرحمن. الحلقة بيناتنا بقات غادية وكتطور، صافي حتى ما بقيت كنشوف الدنيا حتى شي واحد من غيره. بقينا جارين حتى النهار اللي غناخد الدبلوم ديالي مباشرة من موراها. السيد غادي يدوي مع دارهم وغايقول لهم بغيت بنت فلان، دارهم كاملين فرحوا وقالوا ليه مرحبا، مادام بغيتي بنت الدار الكبيرة نمشيو من غدا نخطبوها ليك. جاو عندنا الناس وكانوا عائلة اللي يعمرها دار، الأب ديالي كان كيعرفو مزيان، مويبتي راه كانت كتعرفهم خلاص هاديك راه من العائلة ديالها، رحبوا بيهم، كانوا ناس الله يعمرها سلعة، الولد ما فيه ما يتعب. أنا البنات راه كنت ثقيلة بزاف، وهذا كانت أول واحد في حياتي هو هاد الشخص. المهم بغيتو من كل قلبي والامور كامله مشات مزيان، كبر بيا التكبيره ديال النفس الغاليه شراها ليا وما خلاني ناقصه من حتى شي حاجه. دوزنا الخطابه ومن موراها ضريب صداق ومن موراها عرسنا ومشيت سكنت معاها في الدار. من النهار الاول اللي تزوجت به كان قال لي الخدمه ممنوع، انا بغيتك ليا، كان كيغير عليا كيقول لي باب الزنقه ما تعتبيش الا على رجليا. انا هادشي ما عمرني ما شفتو غنقه، ديما كنت كنشوفو حب واهتمام، وكنت كنقول الراجل اللي ما غير عليا تلاقو حسن ليا. المهم البنات بقيت مع هذاك الراجل اللي دوزت معاه احسن يامات في حياتي. سافرنا وخرجنا وجلسنا وضحكنا، كنا فاهمين في بزاف ديال الحاجات، كان راجل حنين فيا بزاف وكنا كنتفاهموا من العينين. راه انا وياه في علاقه راه تقريبا دامت لواحد المده ديال 5 سنين، يعني راه ماشي ما بين ليله ونهار، كنت كنعرفو مزيان وحتى هو كان كيعرفني مزيان لدرجه غير من عينيا كيعرف واش فرحانه ولا لا. بقينا جارين هكاك اليوم وغدا حتى تقريبا على زواجنا واحد 6 شهور. 6 شهور العائلة كاملة كانت فمهم كلمة واحدة، مازال ما جايب شي بابا في الطريق. كنت كنقول لهم ان شاء الله، وصراحة ما كنتش مسوقة بزاف حيت في داك الوقت كنت بغيت ندوز الماكسيموم معاه، كنت بغيت نخرج، بغيت نلقى حريتي معاه، كنت كنقول انا باقا صغيرة وهو صغير ما كاينلاش نزربو من دابا. المهم البنات بقينا جارين هكاك اليوم وغدا اليوم وغدا حتى قفلنا عام. فاش قفلنا عام انا يا كنت صراحه بغيت شي وليد ولا بنيه، بغيت اللي عمر عليا. صافي كنت اول حاجه ما بديت فيها هي العشوب ديالنا، درت مسيخنات، صيبت رفيسه، المهم ما خليت ما درت وربي ما كتبش وما كان عندي حتى شي مشكل. المهم فاش دوزت واحد المده اللي صافي بديت كنفكر فيها في الولاد كنت هدرت معاه،
وقلت له بغيت نمشي نشوف الطبيبه. المهم كيف مشيت شفت الطبيبه وقلباتني كانت صدماتني وقالت لي كنظن عندك مشكل. انا بالنسبه لي عندي مشكل بسيط، حتى كنكتشف من مورا التحاليل والسكانيرات وكاع هذاك الشيء اللي درت ان عندي مشكل قد الصخط، وهو مشكل في الكرون ديالي. كان عندي قرن مخنوق والقرن الثاني حتى هو فيه مشاكل من غير اضطراب في الهرمونات وبزاف ديال الحاجات. والطبيبه بصريح العباره قالت لي النسبه باش انك تحملي قليله بزاف ولكن ماشي من عدمه. تخيلي انت يلاه باديه حياتك، يلاه كتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، مزوجه براجل كتحماقي عليه، ما بينك وبينو حتى شي مشكل، حياتك مثاليه، حتى كتجي عندك طبيبه وكتقول لك ابنيتي نوضي بالقلبه راكي عاقره، واخا درت تحاليل وسكانيرات وخليت ما درت ما تيقتش، وقلت لها ربما السيده تكون غالطه، والطب طوار وتا شي حاجه ما بقات صعيبه. صافي كنت هزيت راسي ومشيت عند واحد الطبيبه اخرى، قلباتني وقالت لي شوفي عندك مشكل ولكن هذا المشكل ماشي شي حاجه، وبدات عليا بالدويان وهي اللي تكرفصات عليا من دواء لدواء ومن تحليله لتحليله، وبقات كتجرجر فيا حتى النهار اللي كانت قالت لي غادير لك واحد العمليه. جاب الله البنات ان ربي وقف معايا، وكنت مشيت عند واحد الطبيب كانوا كيعرفوه العائله وكنقلبني وقال لي شوفي بنيتي العمليه اللي غادير لك ما عندها حتى شي نتيجه. انا نقدر نقول لك اننا ممكن نديرو اطفال الانابيب ولا شي حاجه بحال هكا، واخا الموضوع حتى هو صعيب ولكن ممكن بالعقل باش نقول لك زعما داكشي اللي بغات دير لك هي الا هذيك راه بغات دير لك غير فلوسك. وانا فاش جيت نشوف كنلقى راسي تقريبا واحد العام ونص وانا كنجري معاها بلا حتى شي فائده، ما كاينش شي دواء في الفارماسيان ما سفيتوش، الا وريتكم الخنشه ديال الدوايات اللي شربت داكشي كتير بزاف. كنت دويت مع هذاك الطبيب نيشان وقلت له بغيت غير نسولك وتجاوبني بصراحه واش انا نقدر نولد؟ قال لي نقدر نكذب عليك الا نقول لك لا، ونكذب عليك الا نقول لك اه. قال لي امرك عند الله، قال لي هي المساله شويه صعيبه، الله يدير تاويل ديال الخير. المهم هي هذيك خرج من تما، وفي هذا الوقت راجلي كان صيغ الاخبار لكل شيء بالحق العائله، حتى شي واحد فيهم ما كان عارف ان عندي مشكل. كل شيء كنا كنقولوا ليه ان شاء الله، وكان بينوا لي انه ما كاين حتى شي مشكل. وفوق من هذا الشيء كنت ديما فاش كنكون جالسه مع عائلته هو خاصه، هو كيهضر وكيقول لهم حنا ما بغيناش دراري دابا، حنا ما قاديش على المشاكل، حنا مازال ما مسؤولينش، انا باغي نسافر مع مرتي، انا بغيت ندور معاها. كان دائما كيبين ليهم ان راه باقي الوقت، راه ما كاين حتى شي حاجه. المهم بقينا جارين حتى داز على زواجنا تقريبا واحد 3 سنين وزياده، قريبا 4 سنين. هنايا صافي انا تعقدت، وليت في باكي بليش داري صغير كنبكي، كنحس بواحد الخرقه اللي كبيره بزاف، وفي نفس الوقت عارفه ان الاولاد هما العمود ديال العلاقه الزوجيه، ما يمكنلياش نطلب من راجل يبقى معايا وانا ما نعطيش الاولاد، راه شي حاجه اللي صعيبه بزاف. ولا قال لي اي حاجه جات معاه، يعني ممكن نوصل انا وياه حتى الطلاق وما يبقاش فيا الحال، غيبقى فيا الحال عليه هو حيت كنبغيه، ولكن ما غنقولش احق تخلى عليا ولا غدرني من حقه، وانا كنآمن بهذا الشيء مزيان. واللي كيزيد يقتلني في هذيك المده هي الوقت اللي كيقول لي انا معاك، انا بغيتك نتيا، انا ما عندي ما ندير بالولاد. كنت عارفه انها مساله وقت وخلاص، هو كيقول لي هكاك حيت مازال ما كبرش بزاف، مازال ماشي تحت الضغوطات، باقي حنا اللي متحكمين في الموضوع من الاساس. المهم غادي نبقاو جارين حتى خوتو واحد من مورا واحد كيتزوج، واللي كيتزوج كيولد، وحنا بقينا هنا العائله كاملين كانوا عارفين ان راه عندنا مشكل غير حنا ما اعترفناش به. المهم ماما بدات كل شويه كتقول لي لا حق خصكم تجريو على راسكم، لا خصكم تشوفوا، لا ما يمكنش، لا هادي. وحتى الراجل يعني ولا اكثر مهتم، كل شويه كيقول لي شوفي هاد الطبيبه، سيري عند الطبيبه، شوفي هادي. مهم ماديا ما كان منقص عليا حتى شي حاجه في هاد المسائل ديال الطبيب، شي اي حاجه كيقول لي الطبيب ديريها كنت كنديريها بعينيها مغمضين. حتى في الوقت اللي كنا مشينا باش نديرو الاطفال الانابيب، زعما السيد ما كانش كيدوي في الماديات، كان كيقول لي انا ما عنديش المشكل، واخا زعما كاع توصل بيا انني نبيع هذاك الشيء اللي عندي، المهم هو الولاد. يعني راجلي كان باغي الولاد وباغيني انا، كيقول لي انا بغيتهم منك انت. المهم البنات غادي نبقى جرة انا والراجل في هاد العذاب والمشاكل حتى غنكملوا في علاقتنا 10 سنين. فهاد 10 سنين خلاني نكون فيها اسعد انسانه، المشكل الوحيد اللي كان ما بيني وما بينه وهما الولاد، وطبعا العائله ديالنا كامله، العائله ديالنا اللي ديك الساعه كيقولوا اشنو واقع، عائلتي كان في خبارهم انني انا عندي مشكل ولكن ما شرحش لهم بالتفاصيل من غير خوتي وماما. والعائله ديالو كانوا ما فراسهم حتى شي حاجه، عارفين انه كاين مشكل ولكن في من وشنو هما التفاصيل وهذا المشكل والصعيب ولا شي حاجه عاديه، مهم ما كانوا عارفين والو.
المهم غادي نبقاو انا متشبته بهذاك الامان. وفي هذا الوقت راه كنت مره كنحس بالاعراض ديال الحمل وكنمشي وكندير التحاليل وحتى كنفرح وكنلقى راسي ما حامله ما حتى شي حاجه. المهم غادي نبقاو حتى النهار اللي غادي نمشي عند واحد الطبيبه اللي غادي تفقد لي الامال وغتقول لي بنيتي نجيك من الاخر. انت المشكل ديالك ماشي ساهل، المشكل ديالك صعيب بزاف، وراه هاد الناس كاملين اللي دسي عندهم راه غير داو لك فلوس كبنيتي، راه كاع هذاك الشيء اللي درتي حتى شي حاجه ما نافعه، حيت المشكل عندك من الاساس. يعني عندك المشكل في هذيك البويضه، وفي يعني مشكل من الاساس، ماشي زعما غير شي حاجه اللي نقدروا نقادوها بالدواء. قالت لي انا غنقول لك بلا ما تبقاي تخسري فلوسك وسيري ارتاحي مع راساتك وامرك عند الله. انا فاش قالت لي هاد الهضره جابت لي التمام، واللي زاد فشلني ان هذاك النهار بالضبط مشيت عندها انا وراجلي. المهم راجلي بقى كيشوف فيا وكنشوف الحسره في عينيه. ما نكذبش عليكم، كنت عارفه ومأكده انه باغي يتسطى ويحماق ويكون عنده شي وليد ولا بنيه. خرجنا من تما وباقي جالسين في الطوموبيل. قلت له اسمعني عبد الرحمن، انا غنقول لك كلمه واحده، انا كنبغيك وكنحماق عليك لواحد الدرجه ديال الهبال، وانت عارف هذا الشيء مزيان، وانا ما بغيتش نظلمك معايا. هذاك الشيء علاش غادي نقول لك حاجه واحده، اول الناس سير تزوج بمرا اخرى وانا طلقني بسلامه. بقى كيشوف فيا وقال لي واش كدوي من نيتك، انا مستحيل انني نتفارق معاك. قلت له شوف عبد الرحمن، هاد الهضره كتقولها اليوم بالحق غدا غتكرهني الا ما لقيتيش عندك الولاد. قال لي اسمعيني بركه من قوه الهضره والكلام، يلا هي في حالاتك وكان غادي بيا باش نتغداو في الزنقه. قلت له انا ما قاداش، انا بغيت نمشي غير للدار، كنت باغا ندخل بغيت غير نبكي. عرفتي واحد الالم صعيب بزاف هذاك الوقت، وما كنت كنتلاقى غير مع الناس اللي باغين يتخلاو على ولادهم، الناس اللي باغين يلوحوا ولادهم. كنقول كيفاش انا كندوز العذاب الاليم على ود وليد وواحد اخر كيلوحوا في الزبل. كنتلاقى مع صور ديال الاطفال هكا في ميكات ديال الزبل حدا تبرد الزبل. كانت هذيك الحديثه ديال هذيك المراه اللي كانت لاحت ولدها في داك القادوس. مهم بزاف ديال الاحداث اللي دازوا في داك الوقت اللي انا قطعوا لي قلبي. ما كنتش نهائيا كنتخيل ان كاين شي وحده تفرط في كبدتها، انا الكبده اللي كنت كنتمناها. المهم هي هاتيك، مشينا للدار، دخلت بديت كنبكي. كندخل وقال لي شوفي ما كاينش بنت مرا اللي تجي في بلاصتك، انا كنبغيك وكنحماق عليك وانا. قلت له اسمعني يا ولد الناس نجيبك من الاخر. قلت له الطير تطير، وواحد النهار غتقول لي شوفي يا فلانه انا باغي الولاد. قلت له من حقك، وانا راه ما بقاش فيا الحال، شي انا ما نبغي لك غير مصلحتك وكنبغيك بزاف لدرجه انني انا نقول لك طلقني وصافي بسلامه. وفعلا كنت كنقول هاد الهضره من قلبي الخالص. المهم السيد في هذيك اللحظه كان كيقول لي وسدي على الموضوع هاد الساعه. المهم البنات بقينا جارين هكاك وانا متمسكه بيه وكنقول راه كيبغيني ومستحيل يفرط فيا بالحق. فيما كنا كنمشيو عند العائله وكيبان لينا كل واحد جر ولادو وكل واحد ملهي معاهم، وراجلي كنحس بيه انه باغي ياكل هذوك الوليدات بعينيه. كنت عارفه ان مساله وقت وخلاص. كنت جلست واحد النهار وقلت له شوف ولد الناس، انا راه والله ما عندي مشكل غير صافي تزوج، انا نمشي ندفع الوراق ديال الطلاق، ما بغيت منك حتى شي حاجه حتى انا عارفه المشكل مني انا. قال لي شوفي انا مستحيل نطلقك، انا كنبغيك ما نقدرش نفرط فيك، انا ما نكذبش عليك، انا بغيت وليد ولا بنيه ولكن بغيتك حتى انتيا. وكان ناض وخلاني، ومن موراها فيما كنت كنجبد ليه الموضوع كيبقى يسد عليا. وغيدوز المده حتى النهار اللي ماما غادي تصيق الاخبار انني انا عاقره في خطره وما كنولدش في مره. يعني ماشي مساله تعطال ولا ذبيح الله، والمشكل ماشي في ولدها. هنا امو غادي دير له العصا في الرويضه وغادي تقول ليه والو تزوج. السيد كان كيقول ليها لا مستحيل ما نقدرش، انا ما نقدرش نفرط في مرتي. قالت له ما تفرطش فيها، نزوج عليها عادي، السيده عندها مشكل. المهم الراجل ما بغاش، وهي كانت هزات راسها وجات عندي وبدات كتبكي وكتقول لي شوفي يا بنتي الله يرضي عليك، الولد انت عارفاه كيبغيك، ولكن راه حتى انا ام وانا بغيت ولدي نشوف وليداته. قالت لي خليه يتزوج بمراه واحده اخرى، وانا عارفه انت اللي كاينه في قلبه، غادي يولد معها الولاد وانت يعيش معاك الحياه. انا فاش قالت لي هاد الهضره وبدات كتبكي قدامي، ما نكذبش عليكم ونقول لكم ما بقاتش فيا انا، ونكون لو يكون عندي ولدي غير بغي يكونوا عنده ولادو، مستحيل نقول لكم لا وحقا وديك الناس. حتى شي وحده فينا في هاد الامور ما كتفكر في الشخص الاخر، دائما كنكونوا انانيين في اختياراتنا. وحتى انا مثلا كون كان المشكل فيه هو عائلتي غيقولوا نفس الهضره وغيقولوا لي خاصك شي ولد ولا بنيه ولا شي حاجه، وراجلي اللي غتقول لي ان هنا نتبناو. راجلي كان رافض الفكره ديال انه يتبنى شي وليد ولا بنيه، كيقول لك يا من صلبي يا بلاش. المهم البنات فاش قالت لي هذيك الهضره انا تلفت، ما بقيتش عارفه واش المساله خرجت من عند راجلي ولا غير من عند امه، ما كنتش عارفه بالضبط اشنو غادي ندير. فكرت مع راسي وهزيت راسي ومشيت عند امي متي وبديت كنبكي عليها وكنقول لها كنبغيه. قالت لي واش بنتي قادت تفارقي معاه؟ بقيت كنشوف فيها وقلت لها ما نقدرش، انا عبد الرحمن هو حياتي كامله،
فعلا كان بغي بزاف، وهي تقول يا بنتي اللهم تجي من عندك تيا ولا يحطك هو امام الامر الواقع، الا كنتي كتبغيه قبلي انه يتزوج عليك. قالت لي ما عندك ما ديري. قلت لها ماما راه غيبغيها وانا. قالت لي شوفي يا بنتي راجلك كيبغيك بزاف، اللي غيصبر معاك دابا راه تقريبا 12 عام راه مستحيل يفرط فيك بسهوله. المهم فاش قالت لي ماما هذيك الهضره ما بقيتش عارفه بالضبط اشنو غادي ندير، بكيت وجدبت في الاخر استسلمت للامر الواقع. دورتها في راسي ولقيت ان كلامهم كامل بصح، الراجل قدم ما بقى غيجي واحد النهار ويتزوج، اللهم بعدا نزوجوا انايا. المهم هي هادي كنت مشيت عنده ودويت معاه وقلت له اسمعني يا عبد الرحمن انا راه ما عنديش مشكل الا بغيتي تزوج. قال لي وانتي؟ قلت له انا قابله. المهم هو ما تفرطش فيا، بدا كيبوس لي يديا وقال لي انا عمرني نفرط فيك، انت هي كل شيء، انا راه مستحيل نبغي شي وحده من غيرك انت، وهذا الشيء راه كنديرو بز مني وانا 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 وانا. حسيت من هضرته انه هو ومو غدروا مع بعضياتهم، والسيد فعلا كان كيفكر انه يتزوج بمراه اخرى. المهم البنات كان جا عندي الراجل وقال لي انت اختاري لي شوفي اللي بغيتي ومرحبا. المهم قلت له انا ما عنديش المشكل، هذاك الشيء صوغك انت شوف مع ماماك، انا ما كنتش قاده نهائيا نختار العروسه، كندوى مع ماما والله اعلم واش هو كيعرفها ولا ماما، المهم ما عارفاش التفاصيل مزيان. المهم حتى غتجي عندي ماما وغتقول لي راه كاينه واحد السيده راه بانت لي مزيانه الله يعمرها دار، وعاودنا لها على الظروف وقلنا لها السيد راه مزوج مرته الاولى وعمره يفرط فيها، والسيده كتبان ظريفه الله يعمرها سلعه. قالت لي الا بغيتي تمشي تشوفيها. قلت لها خالتي شتيها انت يشوفها الراجل ومرحبا، انا اش غنمشي نشوف فيها؟ قالت لك لا انت اللي خاصك توافقي، راجلك قال الا ما وافقتيش انتيا راه ما كاين حتى شي حاجه. هزاتني البنات من داري غادة وعفسه على قلبي وكنقول يا ربي تصبرني، عارفه ان هذه سنه الحياه وان المشكل اللي عندي ماشي شي حاجه اللي سهله. مشيت انا وياه انا وماما، هو ما مشاش معانا كان مشى قبل، مشيت انا وماما الناس رحبوا بينا، البنت جايه عندي وكتعنق فيا، وماما حتى هي كتقول لي بنتي الله يسهل عليك حتى انتيا وهذه من هنا وهذه من هنا. المهم الناس صراحه كانوا ناس اللي كيبانوا انهم الله يعمرها دار. صافي كنت رجعت للدار سيد جا قال لي اشنو بان لك؟ قلت له اللي بان لك انت، عجبتك البنت الله يكمل. قال لي انا البنت زعما عادي تعجبني ولا ما تعجبنيش، انا راه غراضي منها واحد هو باغي الولاد، زعما اما انت هي العقل وانت هي الحب، وانا ما نقدرش نقول لكم انا راجلي ما كيبغينيش، راجلي كيبغيني بزاف. المهم في هذا الوقت عقوسي كتقول شويه كتعيط ليا، يلاه معايا نتقدم يلاه معايا ندير، هو كنوصيها وكيقول ليها اي حاجه خديتيها لهاديك خديها لهادي، واخا انا ما كان ناقصني خير معاه، كان كيعطيني الفلوس بالهبال يعني اللي بغيتها كيعطيها ليا، ما عمرو نقص عليا درهم هي الاخرى. المهم كنت كنمشي وهذا الامر اللي كانت كدير عقوسي كان كيجرحني اكثر ما انه كان كيبردني، وهي فحال كتحسك بالنقص كتحسك انها باغا ترضيك. المهم مشينا كنختار العروسه جديده حوايجها بيديا، كنختار لها لي شوميز دو لوي بيجامات جلالب قفاطان، المهم كلشي اختاريتو ليها وانا كنتقطع وكنحاول انني نبين راسي انني متماسكه. بقينا جارين والحاجه الوحيده اللي كانت كتبردني هي هضره راجلي عليها، ودائما كيقول لي انا راه كنبغيك انتيا وانا ما مسوقش ليها وهي تدبر راسها وهذه وهذه، المهم دائما هاد الهضره. وكنت كنبقى نقول لي غتزوج بها وتنساني وهي صغيره وزوينه ما ناقصه حتى شي حاجه فوق من هادشي تعطيك الاولاد، وغا كيقول لي شوفي انا حتى شي وحده ما تنسيني فيك انتيا وانتيا الحب والغرام، وانا فين نلقى فحال هاد القلب وانا فين نلقى فحال هاد الزين وانا وانا وانا، وديما كيقول لي كل ما كان زعما المشكل ديال الاولاد وانتيا بززتي عليا وماما والعائله وداكشي زعما ما نتسوقش، المساله راه زعما مساله اللي ما فهمتي ما غيختلفوش فيها جوج. المهم البنات انا كنت كنحاول نطيقو واخا من الداخل ديالي كنت عارفه المساله مساله وقت وخلاص، النهار اللي غيتزوج بها وغيولي يمشي عندها وغيعاشرها اكيد غيميل ليها وخلاص، هي غتغلبني غتغلبني حتى انا هي عاقره وهي كتولد، راه ماشي مساله سهله. صافي بقينا هكاك، هذيك الساعه العجوزه هي اللي كانت كتهضر مع دارهم وكانت قالت لهم على الموعد ديال العرس، دارهم قالوا ليها احقام احقام ما نقدروش نديروه دابا غنديروه حتى الاخر ديال الصيف، بحكم ان كانت واحد اختها ما تقدرش تجي ديك الساعه حيت كانت حامله، كانت هي برا يعني برا المغرب، كان شي واحد عندهم في العائله ميات، هما قالوا لك باغيين يفرحوا ببنتهم، المهم بزاف ديال المسائل. عجوزتي هضرات حتى عيات، وفي التالي كانوا قالوا لها زعما هذا الشيء اللي عطى الله، حنا البنت الولد راه داير عرس ومزوج الله يكمل عليه، ولكن حتى حنا بنتنا بغينا نكبروا بها وبغينا نديروا ليها الشان والمرشان. العجوزه ما لقات ما تقول من غير قالت لهم واخا اللي بغيتوها مرحبا. صافي هي هذيك، انا هي كنت عرفت العرس امتى كاين وصراحه فرحت بزاف انه تعطل، واخا فهذيك الساعه كانوا اتفقوا انهم يطيحوا العقد، غير انهم يطيحوا العقد نقطه اللي جعلت لي العافيه في قلبي، وكنت عرفت ان راجلي
ولاو عنده جوج عيالات ماشي مرا وحده، واحد الغيره اللي ما نبغيها حتى شي وحده، وخاصه فاش كتكوني باغيه راجلك وكيكون عندك واحد المشكل وجيه، لان ماشي مساله ديال اللحقة عندك الحق، انا كيتلقي انا كنت كنبغي كنبغي واحد الدرجه ديال بصح، وكنت خايفه يجي واحد النهار ونخسره، يجي واحد النهار ويفضل عليا وحده اخرى، كتمسمسكه وكنقول لا راه كيبغيني، راه مستحيل شي وحده تبدلوا عليا، واخا قلبي كان مره كيقول لي نوضي من القلبه اش كتخربقي، غير كيبان لك وكيقول لك دابا خاطرك هكا، راه اي امراه غيمشي معاها راه حتى هي غتسلبو حتى هي غيبغيها وحتى هي بزاف ديال الامور. المهم البنات بقينا هكاك في هذيك المده، عجوزتي كل شويه كتقولوا تعرف على مرتك ما تعرف على مرتك، يقول انا ما عنديلاش نتعرف عليها، يكره لا انت كتعرفيها انا صافي غنتزوج زواج تقليدي يعني تال ديك الساعه ونتعرف عليها وخلاص. وشحال من مره جابت النمره ديال التليفون ديالها وقالت لي عيطي ليها، وكانت عطات النمره ديال راجلي الاخرى والاخرى كانت عيطات لراجلي، وراجلي كان قال لها جوج كلمات وكان جا عندي وقال لي عيطات عليا فلانه، يعني كان وصلها ليا. المهم انا هنايا فرحانه وكنقول الحمد لله والامور مزيانه، وكنت كنحاول انني ننسى ان السيد في الصيف ديال هذيك العام غادي يتزوج، عايشه معاه الحياه وكنستغل كل دقيقه معاه، سافرنا خرجنا ضحكنا، مهم كنت كنحاول انني نزيد نمسكو بيا اكثر، ما بقيتش كنجبد ليه لا مشاكل لا صداع، ما بقيتش كنجبد ليه نهائيا حسها ولا حس الزواج ولا كنتباكى عليه، المهم كنحاول انني ندير اقصى ما عندي وكنحاول انني نرضيه. المهم غادي نبقاو جارين حتى النهار لي راجلي غيعيط ليا في التليفون وغيقول لي غندوز لدارنا، انا ماما عيطات عليا، انا عادي ما ديت ما جبت، قلت له صافي. المهم كنتنط عشيت شاد التلفازه بقيت كنتفرج حتى كيصون عليا النمره ديال لوسي ديال مرت لوسي، وهاد مرت لوسي ما عندي بها حتى شي علاقه واصلا ما عنديش معاها بزاف، يعني بيني وبينها سلام. الو كديره لاباس عليك؟ كديره مع صحيحه الحمد لله. قالت لي ويلي بقات بلاصتك بزاف والله ما كرهناك معانا، ولكن قلت مادام جات صفاء انت ما غتكونيش باغا تجمعي معانا. انا فاش قالت لي جات صفاء صافي فهمت الفيلم، وكنت عرفت ان الراجل مشى والاخرى كاينه تما وهما مجموعين، وهذه بغات توصل ليا الهضره باش تفقسني. قطعت عليها التليفون ونط كنبكي نبكي 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 نبكي، توضيت وصليت جوج ركعات كنقول يا ربي تبردني يا ربي تبردني، انا هذا النهار عارفاه جاي، عارفاه واحد النهار الراجل غيتزوج بها وماشي غيدير بها العرس، يعني غي صافي غتولي مرتو وماشي غير غيكون زعما مع عائلته، غيولي هو وياها في دار وحده. كنقول واش انا نقدر نصبر لهذا الشيء؟ حسن لديك اللحظه كنت غير كنسي راسي وكنقول واش نقدر نصبر ولا لا. المهم دخل الراجل مسحت دموعي درت بحال ما كاين حتى شي حاجه، وقلت له امن درها كي داز العشاء. وهنا البنات غيصدمني باخر حاجه كنت كنتوقعها وغيقول لي الكلمه اللي ما عمرني ظنيت تخرج من فمه، الجميلة ديالي هنا سال الجزء الأول ديالنا. أما القصة يالله بدات وغطرى فيها واحد المفاجأة اللي ما غاديش تكون في البال. المهم الغزالات ديالي راكم عرفتوا أن القصة شاخدة وحاسة بكم دابا أنكم غتكونوا متحمسين وباغين تعرفوا بالضبط أشنو طرا، هذاك الشيء علاش ما غنطولش عليكم ونتلاقاو مباشرة في الجزء الثاني اللي غتلقاو الرابط ديالو في أول تعليق. الغزالات ديالي ما سخيتش بكم، داك الشيء علاش غنقول لكم نتلاقاو إن شاء الله في الجزء الثاني. السلام عليكم.